بعد الملاحظات التي سجلت على أداء البنك المركزي العراقي في تعاملاته مع المصارف وشركات التحويل المالية التي أثارت بعض الشبهات حول موضوع تحويل وغسل الأموال داخل وخارج البلاد، بيد أن رئيس مجلس النواب وخلال احتفالية أقامها الأول دعا إلى ضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون المحكمة المالية إلى البرلمان للمصادقة عليه. قد آن الأوان لإقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله إلى البرلمان ليتسنى له ولها أن تمارس عملها كواحدة من أهم الواجهات الرقابية والعقابية على أي تجاوزات من شأنها أن تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد. محافظ البنك المركزي أكد وجود المحكمة المالية التي أشار إليها رئيس البرلمان، لكنها تعمل ضمن صلاحيات محدودة، مبينا أن هناك محكمة خاصة تنظر بملفات غسل الأموال داخل المحكمة الاتحادية. المحكمة المالية اللي أشار لها السيد رئيس مجلس النواب هي حقيقة موجودة حاليا المحكمة المالية، ولكن قد يكون الصلاحيات أو القضايا التي ترفع لهذه المحكمة محدودة جدا بموجب قانونها، أنها هي فقط تتلقى التظلمات من القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية في حالة أن البنك المركزي اتخذ قرار بنوع من الإجحاف. ولكن في الوقت الحاضر بالتأكيد مجلس القضاء الأعلى وضع محكمة مختصة بقضايا غسل الأموال، ولنا تنسيق مباشر مع القضاء حاليا بهذا الأمر. وبحسب المعطيات فإن قضايا التحويل وغسل الأموال التي أعلنت عنها قناة المدى أحدثت تساؤلات عدة لدى السلطات الثلاثة عن مدى جدية عمل البنك المركزي في متابعة ملفات الفساد التي ارتبطت بشركات التحويل المالي الوهمية برغم تأكيداته بوضع إجراءات صارمة بحقها. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد.